بالنسبة لقطاع اللوجيستكس، تسأل ما هو قطاع اللوجيستكس أو التواصل؟ هو أحد قطاعات العمل الإنساني، يعتمد على عملية التنسيق الحقيقة بين المنظمات العاملة على الأرض، وتمكين هذه المنظمات من التواصل الفعال لأجل تقريبا تحقيق عمل جيد على الأرض، سواء كان من خلال التجهيزات، من خلال البرامج، من خلال تدريب الكوادر وهكذا.